ارحب فيكم مشاهدينا معاي باطلاله جديده من برنامج اهل الديره، ومثل ما تعودتوا على برنامج اهل الديره بان ياتيكم باخر المواضيع التي تحدث في هذه الدوله، ودائما ما نحاول ان نبرز القيمه للساده المشاهدين حتى نتعلم مما يحدث في مجتمعنا، وان شاء الله يا رب كل المشاكل تكون بعيده عنا. لربما ناقشنا في الاونه الاخيره ما ناقشنا من مشاكل كثيره، ودائما الرساله تكون موجهه الى فئه الشباب. وكل المشاكل اللي كانت تحدث بالفتره الاخيره كان السبب الرئيسي فيها هم الشباب. لا نريد ان نجامل بعض، وما نبي نقعد نرفع لشبابنا ونقول ان شبابنا ما عليه ملاحظات، لا بالعكس، اليوم الشباب اصبح عليه كثير من الملاحظات. رحنا مجمعات شفنا قضيه قتل، رحنا في البيوت شفنا عمليه خطف، رحنا في الملاعب شفنا هواش، رحنا في الشوارع شفنا حوادث، وهذا اللي بتكلم عنه اليوم. قبل يومين يعني تفاجأ الشارع الكويتي بحادث في طريق صبحان، وهذا الطريق اللي ما حد يقدر يوصل له، يعني اذا كنت موجود في منطقه صبحان وتبي تطلع ما تقدر تطلع لكثره الزحمه والشباب اللي يتسابقون بهالشارع، واحد يتحدى الثاني، ويعني والغريب في الموضوع ان تحدياتهم مو صحيحه وما في احد يراقب، ما في احد يوجههم. لما نبي ننزل، يعني انا حاولت اني انزل الاسبوع اللي طاف ما قدرت انزل، يعني اما الشارع مسكر وحماسهم ما يخلي، يعني ما في احد يقدر يتواصل معاهم ولا احد يقدر يتكلم معاهم. قبل يومين اللي تفاجأنا فيه ان هم مجموعه من الشباب كان عندهم ظهر مقاوم سيارات، واحد تحدى الثاني، تحداني وتحداك ومقاوم، وواحد طق الثاني بالطريق وانقلبت السيايير وطشروا الامه والعالم، وهو مات واللي وياه توفى، واثنين ربعهم بالعنايه المركزه، غير الجمهور، غير الاحداث والاضرار اللي صارت. يعني هذه المشكله يعني ما كانت مجرد مشكله عاديه، اعتقد بالصور تم توثيقها وكان في فيديو. انا حاولت اتواصل مع يعني اهل المتوفي علي معرفي مثل ما وصل لنا الاسم، واتمنى ان الاسم يكون صحيح، وعم المتوفي اللي هو مشعل معرفي راح يتواصل معنا ويقول لنا بالضبط شنو اللي صار في هالحادث، وكيف يعني اصبحت ملابسات هذا الحادث، وشنو دور وزاره الداخليه في مراقبه الشباب، وايضا راح يكون عندنا مداخله هاتفيه مع احد يعني الشباب اللي كان يطالب ويناشد بانشاء مكان مخصص لمثل هذه الامور. ودي اركز في البدايه مع عم المتوفي معي على الطرف الاخر من الهاتف ليتحدث عن ما جرى بالضبط. مشعل معرفي، بدايه عظم الله اجرك. اجل وجهك، جزاك الله خير اخوي. يعني انا ما ودي اركز في البدايه على الحادث، او ما ودي ان اثير الاحزان في قلبك، ولكن خلني اتكلم عن ما جرى وكيفيه تلقيكم للخبر. يعني اكيد تلقيت الخبر في منتصف الليل او بالفجر، لان انا ادري ان الشباب يتواجدون يعني الساعه الثالثه فجرا، فكيفيه تلقيكم للخبر؟ طبعا شيء مو سهل بالنسبه حق طبعا الاهل، ان هذا عن البشر العائله او الحفيد الاول حفيد حق عائله علي معرفي. طبعا ما حد كان مصدق ولد هذا، كل معاني من كلمه من ولد يعني حنون عطوف، الامور هذه كلها ما تخفى على اي بني ادم، هذا دليل على حب الولد، والولد حباه كثير طبعا. كل من ياله والعموم يبكي عليه، شيء مو سهل طبعا حق الله يصبر امه طبعا وابوه ان شاء الله واخوانه، هذا اللي اقدر اقوله طال عمرك. طيب خلينا نتكلم على الحادث، هل وصلت لكم معلومات عن الحادث؟ طبعا انتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي بالانستغرام. نعم. بتويتر، هل هذه الصور هي صور صحيحه لهذا الحادث؟ يعني احنا قاعد نشوف هذه الصور، مجموعه صور على الهواء مباشره وسيارات محترقه، ويعني حتى كان في صور بالمستشفى بس ما حطيتها، هل هذه الصور هي صور صحيحه؟ وشلون صار الحادث بالضبط؟ طبعا شفت اخوي انور، يمكن في بعضها صحيح وبعضها مو صحيح، وما اقدر اشكك بامور، وامور هذه يبي لها دقه وشوي مصداقيه، تعرف انت في امور في كثير من الكلام قال او انكتب الجرايد ما ينامون، هذا كلام يتناقل، ما حبينا ان نثير هذا صح وهذا غلط، ما تقدر تسكر كل يعني كل الطرق على الناس وتقول هذا صح، ما راح يخلص. خلينا اللي لنا واللي مو لنا مو لنا، عموما شفنا الامور من كل الزوايا من كل النواحي، حاولنا نجمع الامور كلها، بانت الصوره واضحه تقريبا 90%، الحمد لله يعني الجميع راضي، ما في اي خلل يعني. طيب شلون صار الحادث؟ خنت يعني شلون وصل لكم يعني الحادث، شلون صار؟ اللي وصل لكم من معلومات؟ السياره طبعا جايبه مجهزه من برا، الولد قاعد يجرب، هو ما قاعد يتسابق اساسا من الفلوس، يعني عمره ما
يعني ما تسوى هالهوايه، هي هوايه موجوده اساسا من زمان، ابوه موجوده، ماما موجوده، ما حط فيها دينار ولا فلس، ولد هاوي الشغله. قاعد يجرب سيارته اول مرتين ثلاث، هذا صاحبه طبعا ود الله يقوم السلامة ان شاء الله ويشافيه الحشاش. نعم. هم صاحبه يعني، وهم قاعد يجرب سيارته الولد، قاعد يجربون سيارهم، يجربون سيارهم رايحين رادين، واللي واقفين كله على الخط هاي رابعهم موجودين واقفين، الناس في ناس ما تعرفهم قاعد تصور. هذا الاخ اللي هو الله يمكن يكون موجود او ما ادري ايش صار عليه، راعي الوانيت اللي هو واقف على الفرعي، هذا واقف غلط كان او وقفته غلط، الناس قاعد يقول له وخر وخر، علي جاي مسرع والسيارات وراه، ودائما علي منه يوصل المكان يدش الفرعي اليمين. نعم. هذا الفرعي موجود حق السياره طبعا على سرعته علي، وانيت اسود ما شافه، عبر الوانيت ووقف ما حرك المكان ودعمه ودش اللي وراء اللي هو الحشاش، هذا اللي دعمه يعني. نعم. هذا كل اللي صار. انا بلحظه طواني والله هذا ما انت بسرعه يعني، ما اطول علي، ما يعني هذا علي طار من الشباك ما قاعد. نعم. يعني وصل لكم ان عدد المتضررين يعني لربما يكونون كم واحد توفى، كم واحد في العنايه مركزه؟ انا سمعته علي اللي مات، والحشاش اللي هو بالعنايه الله يقومه ان شاء الله بالسلامه، صبر على يا رب. هذه سارت علي الاولى، والثانيه الكورفت اللي احترق، وبس هذا اللي دعم الوانيت، والوانيت طبعا وقفته غلط، اوكي نعترف ان هذا سراي، ونعترف ان هذا وقفته غلط، احنا يمكن نقول راكب من الغلط، بس انه هذا طموح شباب، او خلينا نقول اول ايام، اول يعني كان في الخيل، الناس تتسابق بالخيل، يطيح من الخيل ينكسر من الخيل، ايام اول الداب، الحين الداب هم بالنسبه لهم السياره، حكى شباب موجود يعني. هذا اقرب تصوير اقدر اصوره لك يعني، اكثر ولا اقل، هذا طموح موجود، الناس قاعد تجيب ارقام على قياسات معينه، على سرعه معينه، على شفرات معينه يعني كحسبه، بس طبعا اكيد ما مو متوفر له المكان، هذا شيء يعني لا بيدي ولا بيدك ولا بيد عاد ما بيد المسؤولين عاد وين يكون المكان او الخلل، هذا اللي حاطيننا عليه يعني، ما راح نختلف ان شاء الله. شكرا لك اخوي مشعل ويعطيك العافيه على هذه المداخله، ونعتذر يعني لربما الوقت غير مناسب بان نتصل عليك، ولكن مجرد الاتصال هو الاستبيان ما حصل في هذه الحادثه، وايضا لنوضح للشباب يعني اكيد كثير من الشباب يتابع اليوم هذه الحلقه، وحاولت ان ارسل كثير من الرسائل حتى ابين لهم هذا الحادث وكيفيه حصول هذا الحادث، يعني انت يمكن تروح ما لك شغل بالمقاوم اللي صاير، لكن تتفاجئ بان هناك حادث ويمكن سيارتي صوبك وانت تتضرر، وانا اعتقد بان هذه الاماكن المفروض أن تكون مراقبة من قبل وزارة الداخلية، لأن الداخلية عندها علم، ولا أحد يقول لا ماكو عندهم علم، عندهم علم وهم على يقين بأن هناك كثير من السباقات التي تتم في منتصف الليل في هذا الطريق. أيضا على الطرف الآخر من الهاتف عندي أخوي سالم السوارج، كان بيتكلم على المناشدات اللي قدموها للدولة والمطالبات اللي قدموها علشان يتم تخصيص مكان لهم حتى نتفادى مثل هذه الحوادث. يعني سالم منذ البداية وكان يطالب بإنشاء نادي، ذهب إلى كثير من الوزارات وكثير من المعنيين المختصين بهذا المجال حتى يتم إنشاء نادي لهم، ويبتعدون عن مثل هذه الأمور واللي ممكن تضرك وتضرني وتضر أي أسرة مرة في هذا الطريق. سالم حياك الله معي في برنامج أهل الديرة. الله يحييك خوي أحمد، ومسي عليكم بالخير، وأقدم تعازي حق أهل المتوفي. نعم. المعرفي، وأطلب الشفاء العاجل حق بدر الحشاش، وبالعكس هذا البرنامج الواحد يقدر يتكلم فيه ويبين شنو التقصير اللي صاير من الدولة او شو اللي صاير عشان حق الشباب هذا اللي قاعد يروح ضحايا. نعم. بداية هذا ثاني حادث قوي يصير بالكويت. نعم. يعني الحادث الاول كلمني عنه سالم، شو اللي صار بالحادث الاول؟ الحادث الاول صار قبل تقريبا 3 سنوات، صار في حادث بوصلة الدوحة اذا تتذكرونه. صحيح. اللي راح ضحيته عشرات من الشباب. راحوا في ضحيته ما شاء الله، العدد اللي راح فيه يمكن تقريبا 6 أو 7 أشخاص تقريبا اللي توفوا فيه. بالعكس احنا لما يعني كدورنا كنادي سيارات قاعد نطالب وقاعد نتوجه، قاعد نروح حق الهيئه، قاعد نروح حق البلديه، وطالبنا بتخصيص ارض حق حلبه حق سيارات، حق سباق السيارات ودرجات ناريه. هذه حلبه مطالباتنا فيها من سنه 2004، جتنا الموافقه من مجلس البلدي. تمام. اعطانا الموافقه وتم ودزونا كتاب الهيئه بال 2007 ان عشان نتكلم بخصوص نخلص الاجراءات الروتينيه الحكوميه اللي هي الناط وهيئه البيئه والجهات الرسميه، وخلصناها وتم استلام الارض هذه حق هيئه شباب الرياضه
تقريبا شهر 5 2009. نعم. وطالبنا الهيئه اكثر من مره ان تسلمنا الارض عشان المكتب الهندسي ونخلص اجراءات الارض، وما في اي اجراء صار وياهم. لا حياه لمن تمام. طالبنا اكثر من مره. اي نعم. طيب. واخر ما مطالبات وصلنا وياهم مرحله قلنا اتجهنا للقضاء ان هذه الارض مخصصه حق النادي، طالبنا فيها بالقضاء عشان ينصفنا ويسلمنا الارض، لان تدري انت الارض اذا ما استخدمتها فتره ترد الحكومه تسحبها منك. نعم. سالم انا ودي اركز على جزئيه، يعني ودي اركز على جزئيه. نعلم بان الارض موجوده ولكن لم يتم يعني انشائها لكم او لم يتم تسليمها اليكم بالشكل الصحيح، ولكن هل هذا مبرر لان يذهب الشباب الى اماكن غير مخصصه لقيام مثل ان هذه السباقات والتي ممكن ان تؤدي الى حوادث كما شاهدنا من خلال هذه الصور؟ اخوي احمد انا اقول لك شغله، كل شاب في عنده طاقه، واحنا حتى انا بعمر الشباب اللي تشوفهم اللي سووا حادث، انا واحد من نفسي بعمر، وانا اتمنى ان تكون عندي حلبه اني امارس فيها هوايتي، لان الحلبه تكون فيها اول شيء فيها شروط الامن والسلامه. نعم. اول شيء تركز عندنا شروط امن وسلامه ككل حلبات كالعالميه، فيها شروط امن وسلامه، فيها الاسعاف متوفره، فيها المطافي، في حتى المسافه الدوليه تكون من 400 متر ل 200 متر، حتى ان السياره لها سرعه معينه في مكان حق البريك، ما في نفس اللي صار الحادث الاخوان توفى علي اللي السياره طلعت يعني طاق الطريق علي، بس إن لما يكون المكان امان وفي مسكر يمين ويسار وفي يعني شروط الامن والسلامه، الخوذه، الحزام بالسياره، يكون هذا كله شنو انت الحين وفرت. والشباب كله انت قاعد تشوف، انت تو قلتها بالبرنامج، الشباب تروح مجمعات، تروح ما ادري، مو ما عنده مكان يرفع فيه. ورياضه السيارات تقريبا نفس رياضه كره القدم، لها هواتها يعني عدد كبير ولها عشاقها، يعني في ناس بس شغلته يروح بس يطالع السباق، ما هو لا يمارسها ولا شيء، بس انه يعشق انه يطالع السباق. طيب. فاحنا قاعد احنا كان نطلب ان استعجال، يعني ليمتى يعني الحكومه ان تنطر، يعني ليمتى ننطر؟ هل ننطر حادث جاي يعني؟ لا ان شاء الله، يعني لا ان شاء الله بعيد ان شاء الله. انا يعني سالم اوجه لك دعوه من خلال برنامج اهل الديره للحضور الينا للحديث، يعني وكان عندك مجموعه من الاوراق كنت اتمنى لو اقدر اعرضها، واللي هي المطالبات اللي تم توجيهها للهيئه العامه للشباب والرياضه. اي نعم. وان شاء الله في المستقبل من برنامجك هذا انا اقول لك انا ما عندي مشكله كاحنا مجلس اداره نادي السيارات نطلع وياكم على الهواء، وحي اي احد من هيئه شباب الرياضه تطلع ويانا وجهات رسميه ونتكلم على الهواء ونتفق على الهواء قدام المشاهدين عشان يشهدون على شنو وين سبب التقصير. ماشي. خلينا احنا نشوف، خلينا نتحرك. خلاص باذن الله، باذن الله الايام يعني القليله القادمه سيتم الاتفاق حتى ننسق لمثل هذا. ونحن وتحت اي حق الشباب احنا تسكننا لهم. تسلم إن تسلم شاء الله. شكرا لك يا سالم، يعطيك العافيه. وشكرا لك مثل ما شفنا الساده المشاهدين، يعني اليوم على طول دخلنا دايركت بهذا الخبر، فقط كنا يعني نبي ننقل لكم الواقع والذي حدث في هذه القضيه وقضيه سبحانه التي هزت كثير من المشاعر. اتمنى من الشباب يعني الاستفاده من هذا الموضوع، ما طرحنا هذا الموضوع حتى يعني نكون لنا سبق اعلامي كالمعتاد، ولكن طرحنا هذا الموضوع حتى نوصل الرساله للشباب. اذا كان عندك هوايه، كان عندك حب، وكان عندك طاقه لمثل هذه الامور، الرجاء يعني ان تذهب للاماكن المخصصه لها. ما في اماكن، ما في مشكله ان تشوف لك يعني هواية أخرى تبعدك عن مثل هذه الحوادث. يعني في كثير من الشباب يمكن يكون واحد أمه وأبوه، فلما يروح حق مثل هذه الأماكن ويفقد في مثل هذه الحالات، يعني أعتقد بأن الطامة ستكون أكبر. مستمر معكم في برنامج أهل الديرة، والحديث اليوم راح يكون عن المسرح النوعي وتجارب المسرح النوعي مع نخبة من الشباب الكويتي، يعني المخرج علي الحسيني والمخرج عبد العزيز النصار والكاتب أحمد العوضي، مبدعين ما شاء الله عليهم في كثير من المجالات وشاركوا في مهرجانات كثيرة. راح نروح فاصل صغير ونعود لنتواصل وإياكم وإياهم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، ورحب بنخبة الشباب اللي تكلمت عنهم قبل الفاصل. معاي المخرج والممثل علي الحسيني، حياك الله معاي في برنامج أهل الديرة. الله يحييك. واليوم بسولف وايد إن شاء الله، بس قبل سوالف عندنا تغرير بنحطه ترى. يا ساتر الله يستر لنا التغرير. لا إن شاء الله زين. وأيضا معاي أخوي المخرج عبد العزيز النصار، حياك الله معاي في برنامج أهل الديرة.
واخيرا وليس اخرا الكاتب والمبدع المتالق احمد العوضي، حياك الله معي في برنامج الجزيره. يعني اليوم راح تكون سوالفنا عن المسرح وتجربه المسرح الاكاديمي في دوله الكويت، وعن المهرجانات وكثره المهرجانات والجوائز التي تتوزع. وفي المقابل يعني خلينا نتكلم شويه على المسرح التجاري، تجربه المسرح التجاري، وهل كانت لكم تجارب في المسرح التجاري؟ بس قبل السوالف شوي عندنا تقرير. الاسبوع اللي طاف انا وحسين كنا مع مجموعه من الشباب الفنانين والمخرجين ايضا الاعلاميين في لعبه كره قدم، ويعني للامانه كنا مبدعين في هذه اللعبه. كنا مو مخلين احد في كره القدم. كم النتيجه كانت؟ والله وايد 14-10 وايد النتيجه هذا. خلينا نشوف التقرير ونعود للتواصل مع الشباب. اليوم مجموعة من الشباب حابين يهدون زميلهم علي الحسيني أجمل كلمات. طبعاً في مباراة بعد شوي راح تصير وفي أداء لعب راح يكون. خلينا نشوف مع بعض هؤلاء الشباب الفنانين، مجموعة من المخرجين والفنانين اللي دائماً يقيمون مثل هذه المباريات واللي فيها روح المودة والصداقة والأخوة. الزميل علي الحسيني اللي موجود معاي بالاستديو راح يحصل له بعض الكلمات والإهداءات من الزملاء اللي يلعبون مع بعض كرة القدم. خلينا نشوف مع بعض هذه الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. علي جميل بصراحة كأخلاق كتعامل، أتنبأ له مستقبل جميل جدا. إذا الحين قاعد طالعني علي فبصراحة أقول لك هذه نظرتي الفنية لك. كتعامل شباب يعني من الشباب الطيبين حلوين أخلاقهم عالية. لاعب سيء جدا جدا جدا. إذا كريستيانو رونالدو يعرف يلعب صدقني علي يعرف يلعب. المرة الوحيدة اللي اتفق وياه فيها على فكرة يعني. بس ونتمنى لكم اوقات سعيده ومشاهده ممتعه. لا انا حيف علي شغله واحده، مونسني بشغله واحده، انه برشلوني. بس هذا الشيء الجميل فيه. لا تقشمر، علي انسان مهذب ونحبه ونعزه وغالي. طبعا اذا بتكلم عن علي على المستوى الانساني، هو شاب خلوق جدا، من الشباب اللي نتأمل فيهم خير، مثال الالتزام، مثال الاخلاق، روح الدعابه عالي عنده. على المستوى الفني طاقه نتأمل منها ان شاء الله مستقبل باهر. طبعا علي الحسيني اخ وزميل وفنان، وفنان خلوق جدا وطيب، وانا شخصيا اتعلم منه، استاذ على المسرح وخارج المسرح، شخص طيب، زميل كره قدم، ومن اطيب الاشخاص اللي التقيتهم في حياتي، واتمنى له التوفيق في حالته العمليه والعلميه، وشكرا.
ابو علوه اهنيك على ربعك ما شاء الله كلهم يحبونك، الكل قاعد يمدح وانت على راسي من فوق ابو علوه الورده. تسلم. يستاهل حسيني. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، واترك لك التعليق. علي شو تقول حق الشباب اللي قالوا لك هالكلام؟ شعلوا شيء، خلوا شيء الشباب، خلوا المباراه على جنب، خلوا شيء الشباب. لا والله شيء يعطيهم العافيه. طبعا الشباب كلهم النعم فيهم، طبعا انهم ربع يعني من زمان، ربع اللي كانوا وياي قبل بالمسرح، اللي وياي بالدوام، وشيء جميل الرياضه. تمام، يعطيهم العافيه على هذه الكلمات اللي قالوها. ولكن خلينا نبتدئ بموضوع حلقتنا اليوم، ونتكلم يعني بشكل عام عن المسرح يعني الأكاديمي والنوعي في الكويت، وأنه بنقارن أيضا المسرح التجاري. خلنا في بداية يعني إذا أردنا أن نقيم المسرح الأكاديمي بشكل عام، شلون نشوف المسرح الأكاديمي أبو حسين؟ شوف المسرح الأكاديمي لا جو الخاص، لا نوع الخاص، لا جمهور الخاص، لا طرح الخاص بالفكر بكل النواحي، بالإخراج، أسلوب الإخراج. يعني في وايد مسرحيات شاركت فيها بالمسرح النوعي، مسرحية السرب، مسرح بلا جمهور 4، مسرح بلا جمهور 3 5، كرسي الشعب مع المخرج عزيز النصار. كل مسرحية تحس لها أسلوب معين، يعني كرسي الشعب كان لها طابع معين، السرب طابع ثاني معين، كل مسرحية لها جوها. يعني هاي الشغلات اللي أنا وايد استفدت فيها من ناحية المهرجانات. وبشكل عام تشوف المسرح من أي ناحية؟ يعني كأداء، كحضور للجمهور، كتقييم؟ كحضور والله بالعكس، يعني آخر الفترات الأخيرة يعني ما شاء الله الجمهور ما في مكان يقعد، الجمهور قام يظل واقف. صحيح. من كثر يعني من كثر الزحمه سمعت المسرح، الحمد لله يعني هذا شيء نفتخر فيه. تمام. يعني المخرج ايضا والممثل عبد العزيز النصار شاركت بكثير من المهرجانات، عدل؟ عدل. نقدر يعني نذكر بعض المهرجانات اللي شاركت فيها وبشنو شاركت، كتمثيل او اخراج؟ بس بعد ما تاخذ القهوه. والله انا ما اشرب قهوه، لا توهقني. اي والله ما يشرب قهوه، شكرا. يعني كلمنا عن مشاركاتك في المهرجانات بشكل عام. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافه. طبعا المهرجانات يمكن انا شاركت باكثر مهرجان محلي وعربي وخليجي، منهم مهرجان الشباب، مهرجان الخرافي، ومهرجان المحلي. يمكن الحمد لله انا عندي 5 جوائز تمثيل ما شاء الله في مهرجان الشباب، مهرجان الخرافي والمحلي، ومهرجان الاكاديمي، وعندي جائزه اخراج في مهرجان الشباب. طبعا هاي المهرجانات يعني تسبب لنا دافع كبير ان احنا نشتغل ونتطور، نتطور بالفكر، مو بس بالفن او بالشيء اللي قاعد نقدمه، حتى بالفكر. مستواي انا شلون كنت افكر بالبدايه، شلون كنت افكر بعدين، هذا يأهلنا حق اللي نبي نوصله حق الجمهور برا، حق المسرح او التجاري، او هم ما يسمونه تجاري، يسمونه جماهيري اكثر. جماهيري؟ ايه. ليش ما يسمونه تجاري؟ ان هي مو تجاره، انه هو فن يقدم، بس للاسف اللي قاعد نشوفه الحين تجاره يعني، بس مو الكل يعني. مو الكل. تمام. يعني نعود الى الكاتب المبدع وصاحب الروايات الجميله. اول روايه كانت لك الساديه صح ولا كانت الثانيه؟ لا لا الاولى. شفت انا عشان حافظ. وعندي ترى كل رواياتك، ولكن يعني عندك ايضا روايه اخيره وهي روايه السبايا. السبايا، حدثني عن روايه السبايا عشان ندخل بعدين في المسرح. روايه سبايا يعني تتطرق عن قضيه من العنوان، يعني من هي قضيه السبي. نعم. يعني قبل هو كلمه سبي ان لما كانت في الحروب او المعارك الاسر واخذهم، الاسر كانت للاطفال او النساء يعني، بس اسقطت انا الاسم هذا على وضعنا الحالي او مجتمعنا الحين او المجتمعات الخليجيه والقريبه منا، يعني احنا ان الحين الانسان يكون سبي هو اللي يسبي نفسه بنفسه. يعني فانا حطيت شخصيه بنت اسمها زينه، هي سبيه نفسها، هي اسره نفسها بغرور، بكبرياء، بكلمة أنا مثل ما نقول. وايد مغرورة، وايد شايفة نفسها شلون تتعامل مع المجتمع. يمكن بهالرواية شوي في ناس يعني ياتني انتقدتني بعض الأشياء، أي ردود الأفعال، إن أنا طلعت البنت بصورة وايد مو زينة، يعني بصورة البنت الشيطانة. نعم. وطلعت لصبي بصورة إن صبي وايد زين، فالناس انتقدوني، قلت لهم انتوا الحين الروايه اللي قبلها ان البنيه زينه والصبي مو زين قلتوا عادي، بس الحين ان الصبي مو زين
فصار السباي زين فصار شوي لبس عندهم الموضوع. مشكلة لو حطوك مع حيل. حواء بكفة المقابلة طبعا، بس انا هي افضل طبعا، هي افضل. لا هو انا انا هي افضل لانها الام. لا انا انا عندي ما عندي افضل واسوأ، هي اي تصرف يعني يقوم فيه شخص سواء ذكر او انثى ما يرجع حق جنسه، يرجع حق تربيته او اخلاقه يعني. طيب يعني انا خلنا نركز على جزئيه الكتابه، بس متخصص في كتابه الروايه؟ لا عندي تجارب مسرحيه. مسرحيه، حدثني عن تجارب مسرحيه لك. اول تجربه لي كانت من خلال يعني بلشت بالبدايه بالمعهد اكتب، كنت مثلا يعني مثلا لما الاساتذه يطلبون منا نص كنت انا اللي دائما اقول اعطوني اياه، انا اللي اسوي الاعداد كمسرحيه يعني، انا اللي اعدل عليه، انا اللي اكتب ماده الارتجال او ماده التمثيل، كنت انا اللي اسوي الشغل هذا. في المهرجان الاكاديمي الثاني قلت خل اجرب اخذ الكتابه الاكاديميه يعني، فكتبت نص وقمت باخراجه انا. تجربه كانت وايد حلوه بالنسبه حقي يعني، استفدت منها وايد، ساعدوني الدكاتره وايد، ربعي هم ما قصروا معي. بعدها دشيت عاد شويه يعني ودشيت عميق شوي. ايه دشيت عميق وكانت صدفة يعني. ان يعني استاذ خالد امين قال لي خلنا نقعد نكتب نص وكذي، فكتبت له نص وشاركت فيه بالمهرجان المحلي يعني كأكبر مهرجان تقريبا، او المهرجان عندنا الاضخم يعني عندنا من بين المهرجانات المحلية، شاركت فيه كمؤلف وممثل. الحمد لله يعني وايد فادتني هالمشاركة هذه، ان كانت اخراج العمل كان استاذ خالد امين يعني كاستاذ له اسمه بالمسرح النوعي يعني، وكان من تمثيل استاذ احلام حسن يعني استاذتي في المعهد تدرسني، فتمثل النص اللي انا كتبته. هالموضوع وايد حطني الحين ان لو انا بكتب نص نوعي لازم يكون دقيق اكثر من المرات صحيح. اللي طافت صحيح يعني اعتقد بان الخبره بالنهايه هي اهم شيء في الموضوع كله طبعا. واكيد يعني انت كسبت وكسبت كثير من الخبره. هي دراسه المعهد شوي تخليك تشجح من ناحيه الخبره، لان انت 24 ساعه تقرا نصوص وتمثل نصوص وتقعد دائما حتى قعدتك مع مسرحيين، ناس مسرحيين يعني طلبه او، فتصير في تبادل خبرات. نعم. ودي ارجع الى النصوص يعني ابو حسين الحديث. اي الحديث انا النصوص يعني رايك بالنصوص التي تقدم يعني انت اليوم كممثل وكمخرج اكيد تعرض عليك هذه النصوص او أكيد. تقرا هذه النصوص، فشنو رايك بالنصوص اللي تقدم من الشباب يعني اغلب النصوص اللي تقدم وتكتب يعني كلها شبابيه. انا اذكر لما قابلت الشباب في المهرجانات اللي طافت يعني كلها كانت نماذج شبابيه، الكتاب كلهم كانوا شباب ما شاء الله عليهم وكانوا مبدعين في كتاباتهم، فشنو رايك في هل هي ضعيفه، ترقى لمستوى المنافسه، محتاجه بعض والله بالنسبه حق طاقات شبابيه كمؤلفين عندنا هنا بالكويت في طاقات وايد يعني، منهم مثل الاسامي عندك علي البلوشي صحيح خذ جائزه يوتيوبيا العتمه، لا في 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 جائزه ثانيه خذاها نص على مستوى الخليج، على مستوى الخليج ما اذكر اسم النص بالضبط، وفي يعني حتى في على مستوى العرب هذا على المستوى العرب على مستوى العرب ما كانت يوتيوب العتمه، لا هو خذ على يوتيوب على نص افكار تتك على الضوء، افكار تتك على الضوء خذها على مستوى على مستوى العرب ما شاء الله. وعندنا يعني اهم في كتاب من البنات عندنا يعني مثلا مريم نصير مريم نصير انا وايد تكتب نصوب نصوب وايد تكتب نصوص تعطيني اياها اقراها، واكثر واحد يؤذيها انا يعني كل ما تعطيني اقول لها لا النص سيء. شنو مشكله النصوص اللي تقدم يعني؟ والله بالعكس انا ما اشوف في مشكله يعني، الواحد دائما يطور نفسه يعني يكتب في كتابات دائما، اي واحد يبلش من الصفر لازم في اغلاط يعني، كل نص لازم تكون في اغلاط بالبدايه مع الممثلين، نقرا نضيف نعدل يعني، هذه الشغلات اللي تساعدنا. يعني مشكلة النصوص أعتقد أنا شفت يعني من خلال التجارب اللي شفناها الماضية التجارب الشبابية كانت ناجحة جدا يعني، هناك بعض الأمثلة لربما أو بعض النماذج اللي ما كانت ترقى لمستوى المنافسة، ولكن دور اللجنة كان تكلم عن اللجنة المشرفة على المهرجانات، شلون تشوف دورها؟ لجنة المشاهدة تقصد ولا اللجنة اللي بالمهرجان؟ لا اللي بالمهرجانات لما تختار نصوص، لما يعني تراقب ولما تقيم ولما تعطي الجوائز بشكل عام. طبعا يعني تدري الناس اذواق يعني صح. مو شرط انا النص اللي تقدم مثلا من احمد مثلا يعجبني انا بس يعجب علي، فهي بالنهاية اذواق. فلجنة التحكيم دائما يصير في ردة فعل بينه وبين الجمهور دائما تكون سلبية مثلا، لان مثل ما قلت لك اذواق. فأنا كلجنة تحكيم أشوف هذا العرض حلو بس غيري يشوفه مو حلو، فيصير نقاش بينهم منو يأكل هالجمهور. فإحنا قلنا أن هذا العرض حلو ليش ما أخذه، بس لجنة تحكيم لها رؤية ثانية
يعني هذا بشكل عام تقريبا. لا اتكلم عن اللجنه لان صار المهرجان ترى ما في جواز. اي بس خلوه وعدونا على اللجنه. صدق لما نتكلم على اي لجنه او حتى لما نتكلم على المعهد العالي للفنون المسرحيه واي مكان وانت وجزء منه، هل ممكن ان تقع الانظار عليكم ويعاملونكم بشكل سلبي مثلا؟ انا هذه ما اتوقع صحيح. ملكي ولكن البعض في البعض طبعا اكيد لازم هي على تاثير يعني. ما ودك تعمم. خلي ساكت. طيب العوض يعني ما بين الكتابه ما بين الاخراج ما بين التمثيل اعتقد يعني ما في تشتيت ولا مركز في هالجزئيه يعني ثلاث اجزاء اعتقد المفروض ان كنت كاتب تركز على قضيه الكتابه، ان كنت يعني مخرج كما شباب تركز على قضيه اخراج، ان كنت ممثل ومخرج هذا افضل، ولكن انت تشتت في هذه المجالات، ما تعتقد انه شوي؟ شوف موضوع الكتابه يعني انا الروايات فاصلها نهائيا عن المسرح. هوايه خارجيه انا اخذ دورات فيها مرات بالصيف او بالعطل او اني انا اثقف نفسي بنفسي من قراءه الروايات والكتب. لكن المسرح كممثل لما انا اكتب نص احسه اكثر لما ابي امثله. جربت مثلت نص مكتوب سواء نص عالمي او نصوص يعني يوتوبيا العتمه اللي خذا فيه علي البلوشي انا كنت ممثل فيه. ومثلت منو كان دورك فيه؟ العمي اللي هو كان دور اليهودي اللي هو الثالث اليهودي اللي هو لبسه كان مقلوب. عرفته. اي مثلت والمهرجان اللي وراه مثلت مسرحيه من تاليفي. طبعا سنتين يعني بالنسبة حقي كانوا متعة بس لما أمثل شيء أنا كاتبه تحس فيه أحس فيه أكثر. الإخراج في شغلة تعلمتها أنا قلت لك من أول نص كتبته قمت أنا بإخراجه. تعلمت شغلة أنه لما أكتب نص مو أنا اللي أخرجه لأنه راح أحط فيه رؤيتي أنا كمؤلف، ما راح أقدر أطلع من مؤلف وأصير بس مخرج صحيح وأعدل. فلما كنت أمسك النص أبي أشطب جملة لا أنا كاتبها عشان كذي، ابي احط شيء لا النص لانه كذي، بس لما يجيني نص من برا انسفه عادي. فكره المؤلف موجوده بس انا فكرتي كمخرج، بس لما اكون انا المؤلف وانا المخرج شويه تطيح بفخ. يمكن انا لاني توني مبلش فتنقصني الخبره ان انا اقدر افصل بين ان انا المؤلف وانا المخرج. يمكن الاساتذه الكبار او الناس اللي لها باع طويل بهذا طبعًا المجال تستفيد منهم تاخذ من عندهم طبعا استفيد منهم، بس ان انا بالفتره الحاليه ما راح اكرر سالفة إن أنا المؤلف أنا المخرج. نعم. يمكن بعدين مع الخبرة وهذا. مثل كما ذكرت. طيب بس خلينا نتكلم على أبرز المشاكل اللي ممكن تواجهكم أثناء المهرجانات لما تشارك في مسرحية. يوم عندك مسرحية وشاركت فيها كممثل كمخرج ككاتب بشكل عام، شنو أبرز المشاكل اللي تواجهكم ودكم يعني أن يتم تذليلها خلال الأيام القادمة في المهرجانات المقبلة عشان لا تعيقكم وتعيق أيضا الأداء المسرحي في الكويت؟ في شغلة هي يعني بوجهة نظري أنا قاعد أشوفها من المشاكل. اللي هي سالفة إن نستلم المسرح يعني بليلة العرض يعني باكر العرض. نعم. أنا بالليل أدش المسرح أستلم على الساعة 9-10. نعم. فعلى ما أشيل ديكور المسرحية اللي قبلي، على ما أركب ديكوري، على ما أصمم إضاءتي، وعلى ما أسوي بروفة على الستيج مع الممثلين يعني ساعات. يعني أذكر عن كرسي الشعب قعدنا لمتى؟ ليل 5-6 يعني أنا سهران ليل 5-6 بنام بقوم عندي عرض. فهذه يعني نحتاج الراحة، يعني لو يعطونا على الأقل يومين 3 أيام كل عرض مسرحي يستلم المسرح 3 أيام يكون عنده أو يومين، يعني مدة المهرجان تكون أطول. ما ورانا شيء. مهرجان بأكثر من مسرح يعني نفس الحين مهرجان الطفل أكثر. مهرجان الطفل يعني الحين هذه انحلت المشكلة بمهرجان العربي للطفل. مهرجان العربي. إيه. وفي هم مسرح الشباب، مسرح الشباب كانوا مرة مسوين دوراتهم عنوان المسرح اللي هو الفضاء المسرحي. إيه. اللي كل واحد يختار المكان اللي يبي يعرض فيه. عرفت؟ يعني أنا أقول أبي أعرض مثلاً هني بالاستديو. عرض مسرحيتي بالاستديو، ثاني يقول لا انا بعرض مسرح الدسمه وهذا تم موافق عليه يعني؟ هذا سواه يعني صارت هالتجربه من قبل، بس ودنا يعني ودنا هالتجربه هذه تتكرر. يعني ليش بس صارت مره واحده وخلاص نوقف؟ هذه ابرز مشكله لكم. يعني هذه الواضحه المشكله الواضحه. بعد في مشكله ان احنا يعني افضل مسرح مهيئ مسرح الدسمه، يعني مو مهيئ بالكامل. تمام. فالكل راح يطمع بالدسمه، اذا بتسوي كل عرض مثلا بكيفان بشاميه الكل بيطمع بالدسمه. هو قرعه يعني هو أفضل، بس هو يعني كإمكانيات هو أفضل مسرح. نقول أفضل للسيئين صح، إن الدسمة أحسن مكان. فبيصير هم هواش إن أنا بالدسمة أنا بالدسمة أنا بالدسمة. هو هم إحنا لو عندنا يعني كثرة ما قاطع أحمد، لو عندنا كثرة مسارح زينة ما رح هي. هو هم يعني المشكلة اللي تخلي إن لما نستلم المسرح 9 أو 10 بالليل
اللي تخلينا تطول سالفه الاضاءه. احنا للحين موضوعنا على السقاله ويصعد مال الاضاءه وركب الجيلاتين ومخرج فوق بالكنترول لفه يمين لفه يسار. الحين الناس قاعد تتكلم بالتاتش وفي ناس قاعده تتعامل بالاضاءه عن طريق الايباد. فاحنا يمكن لو هذا يتوفر عندنا بالدسمه يمكن ما راح نحتاج ان نروح من اكثر مسرح لان الاضاءه راح تتركب على طول. نفس الجهاز نفسه يحول لي من لون للون. احنا للحين نجيب الجيلاتين قاعد نقصصها بمقص واحد يصعد من سقاله لسقاله ويركب بدر شاكر ما بيه يا بدر شاكر يا عبد النصار ويركب المعتوق المعتوق بعد ما شاء الله هو بدر شاكر هو بدر معتوق هو المنافسين وايد الحين وعنده لقب بالاخراج المعتوق الاضاءه بالاضاءه بدر شاكر طيب ما اخذ لقبين يعني هو نفس الشخص لا والله احنا اعطيناه هو نفس الشخص يشارك بالاضاءه باسمه في الاخراج باسم لا لا بس بيننا يعني طيب هذه المشكله يعني بحسين خلينا نشوف يعني شلون كان دوركم هل وصلتوا رساله مثلا للجنه هل كان في حديث مع احد المسؤولين الهيئه العامه للشباب الرياضي اللي دائما تشرف على مثل هذه المهرجانات هل خاطبتوا احد ولا لا مجرد شكوى وهي في القلب والظل في القلب والله شوف عن نفسي انا اقول لك ما تكلم يعني ما خاطبت احد ما طرحت لهم القضايا هذه بس ان شاء الله يعني في افكار ان راح نتكلم يعني راح نكلمهم انا هذا وجهه نظري الشباب ما ادري اذا كلموا احد ولا لا على المواضيع هذه اللي قاعده تصير ما ادري هو دائما باللقاءات لما نطلع ولا بالجرايد نقول ونصرح لما نشوف احد المسؤولين الكبار نقول لهم نفس المسؤولين يقول لنا ترى تكلمنا وترى قلنا بس الدعم من فوق وما يندرى من وين الغلط من المسؤولين والمسؤولين اللي فوق اصلا هو نهايه كل مهرجان اصلا تطلع لجنه التحكيم رئيس اللجنه يعطي توصيات احنا نستانس من التوصيات وايد يعني ست سبع توصيات اربع توصيات من اللي احنا نبيهم فاذا لجنه التحكيم يعني رئيس لجنه التحكيم قاعد يخاطب الهيئة المختصة بالموضوع قاعد يقول له يعني المشاكل اللي احنا قلناها سمعتها باكثر من مهرجان يمكن من 4-5 سنين انا سامع هذه المشكلة كل مهرجان سواء الشباب او الخرافي او المهرجان المحلي انه يقولون نفس التوصيات تتكرر نفس التوصيات ونفس تنعاد كل مرة تنعاد التوصيات اللي تتغير على بيتنا المرة الجاية ما له داعي ياخذون توصيات اللي عندهم مكتوبة يحطون لا احنا التوصيات اللي علينا ان نركز على اللغة العربية نركز على ناحية التأليف احنا والله قاعدين نشتغل عليها قاعدين نحاول نطورها بس في توصيات مو بيدنا بيد ناس ثانيه يعني نفسها قاعده تتكرر انا ودي اركز ايضا على جزئيه مهمه وباخذ رايكم فيها يعني ايضا من ابرز الهموم اللي كان يعني شبابي بيوصلها في قضيه المسرح الاكاديمي واليوم ما نتكلم عن مسرح اكاديمي نتكلم عن تجربه في البروفات كثر تاخذ البروفات عندكم على حسب في ثلاث شهور نبي اقل 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 شيء كثير اقل شيء عبد الله البدر اسبوعين اسبوعين خلينا نتكلم على اسبوعين إذا أردنا أن نتكلم عن بروفا مدتها أسبوعين يجيك العرض مدته يوم واحد مشكلة العرض أي العرض المفرد هذا العرض الفريد واليتيم ما يسبب لكم بعض الإحباط أن أنا ليش أشارك علشان عرض واحد ممكن مو الكل يعني أنت إذا كان عندك ارتباط بهاليوم خلاص راحت عليك ما تشوف أصلاً صح طيب هالعرض اليتيم ما يحبطكم ما طالبتوا أن أيضاً يتم أكثر من عرض والله هي صارت فيها يعني نفس اللي قاعد تقولها في مسرحية كانت من إخراج الحرب الباطنية مسرحية مسرح بلا جمهور فور هم كانوا ضمن المهرجان عرضناهم كل واحدة عرض بعدها فتحنا فيهم شباك أسعار رمزية مددنا العروض صارت مسرح بلا جمهور مدة أسبوع والحرب الباطنية مدة أسبوع يعني في شغلات ساعات تكون بيدنا وبيد المجلس إذا وفروا لنا المسرح أو الأماكن هذه اللي نقدر نعرض فيها نعرض فيها يعني في وايد مسرحيات إحنا بخاطرنا نعيدها يعني حرام يعني مثلا مسرحية كرسي الشعب من المسرحيات اللي أنا وايد استمتعت فيها كل مره اكلم عزيز اقول له عزيز خلينا نعيد خلينا نروح اي مكان خلينا نعرض نعم. يعني حرام عرضنا فيها هنا بالكويت عرضنا فيها بالدمام نعم. رحنا فيها حق افتتاح مهرجان الدمام وشو كانت الافعال وايد حلوه وايد حلوه وايد حلوه يعني وصلنا خبر من لجنه التحكيم ان يعني لو عرضكم احنا كنا رحنا افتتاح فقالين حق فهد المذن هو كان السينغرافي مال العمل قال له عملكم هذا منافس ياخذ كل الجوائز مع انه هو كان الافتتاح يعني احنا برا يعني عامه الشباب هنا المسرح الكويت لما يسافر برا دائما يترك بصمه كان لك تجارب ولا كانت المفروض كان في عرض ان نسافر في السودان نعم وما صارت لي فرصه ما قدرت اروح لان كان عندي معرض الكتاب فبدر المعتوق هو كان مخرج العمل خذ دوري نعم وسافر فيه دائما تصير فرص ان احنا نسافر بس اكثر من مره نفس الناس اللي تجيها التوصيات نفسها توقف يعني مسرح بلا جمهور الحرب الباطنية كان لما عادوها انتاج خاص صار صح كان انتاج استديو جروب محمد الحملي والشباب وشي كان انتاج خاص عشان كذي هم عادوه الحين مهرجان الطفل احمد اللي مسوي صالح حسين يعني بالمجلس الوطني ان كل عرض يعرض مرتين
كل عرض يومين. هذا طيب يمكن يشجع شوي شباب. طيب انا مستمر معاكم ومع هذه المحاور الجميله، واتمنى ان اللي حاب يتواصل معنا من خلال برنامج اهل الديره، الارقام اللي تشوفونها اسفل الشاشه او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او ايضا من خلال واتساب. فاصل ونعود نتواصل وياكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معاكم في برنامج أهل الديرة، ونعود إلى يعني المسرحيات اللي شاركتوا فيها، ولعل بالعافية أولي قاعد أكلها بسرعة عشان لا تطلع بالكلام. أجيبك الحلو؟ أشرب ماي. يبوا له قهوة. يبوا له قهوة يا جماعة. ترى مو حلو تاكل وربعك تسوي رجيم قدامك. كيف أنا داش نادي. داش نادي. ما ينفع الرجيم. نعود لنتحدث عن مسرحية السرب. كلمنا عن مسرحية السرب كقصة وكأداء. أعتقد يعني فيها معاناة كثيرة. معاناة خصوصا مع المخرج محمد الكندري. محمد كاتب. لا مو الكاتب. في محمد المخرج. طيب كلمنا عن المسرحية. ينني شو أقول؟ تمام. يعني مسرحية السرب يعني هذه من الأدوار اللي أنا أحبها اللي سويتها. كان دوري قائد الجراد. تمام. يعني الدور كان فيه تفاصيل وايد. وايد تعبت فيه يعني لدرجة يوم من الأيام بالبرافو أذكر كنت قاعد أتمشى برا قاعد أراجع حواراتي كان أشوف جرادة قاعد أتمشى كان أصيدها دشيت برافو على الشباب قاعد يشتغلون كان أقطها بنص المسرح ولبست عكازاتي قاعد أطامر قاعد أغلدها أطق شي طقة من ورا تنط ونط وياها يعني وصلت مرحلة إن أقعد أطالع الجرادة تفاصيلها شلون صايرة شلون تحرك راسها شلون تفاصيلها فوايد تعبت بالدور يعني حتى إيدي لغيتها صار مكان إيدي عكازات فالجسم كله صار بشكل عكازة فاللي يشوفني على المسرح يشوف جرادة قاعد تمشي فعلا وصلت لهذه المرحلة من انك انت يعني تعيش هالشخصية ينيت وايد ينيت ينني المخرج هذه المتعة يا احمد يعني لما تقدم شخصية تفكر تدور وراها وبعدين تلقى صدى طيب هذه متعة المسرح النوعي الأكاديمي صح شنو كان دورك في مسرحية السر لا انا ما كنت لا كان دوري عاشق كان دوري مو دوري يعني كان دوري جديد علي يعني دور العاشق يعني تخيل عاشق مستحيل بس انك يعني حق فرقتي كانت تياترو طبعا وجهتي حق تحيه حق عمي الاستاذ هاني النصار هو رئيس الفرقه نعم فرقتي احنا كان عندي موجود هنا بس اي شفت لقاء انا احتكار الشباب كلهم الدنيا كلها قدم دور هو الشاعر مسرحية السر كان يعني عشان الفرقة تطلع بشكل حلو وكمسرحية ايش رايك فيها يعني شلون لا المسرحية كل كانت وايد حلوة انا من ناحيتي كانت عجبتني تمام انا ود ايضا انتقل الى المسرحية اللي كنت مشارك فيها العوض اللي هي على الطريق تكلمني عن مسرحية على الطريق على الطريق مثل ما قلت مساء انها هي اخراج استاذ خالد امين اي وتمثيل استاذ احلام حسن استاذ عصام الكاظمي وانا واخوي موسى كاظم واخوي البلوشي وكان عندنا كان مساعد مخرج عبد الله الزيد يتكلم عن الوصايا العشره اللي موجودين بالقران والتوراه والزبور والانجيل وصحف ابراهيم لا تقتل لا تزني لا يعني لا لا الكبار كلهم الوصايا العشره كل وصيه ها لا تسلق لا تسلق هذا بس معهدنا وصيه معهدنا كل وصيه كانت تتكلم عن قضيه فيمكن المسرحيه هذه يعني انا في بدايتي توني طلعت فيها بس ما اتخيل اني راح امثل اصعب منها كانت صعبه على لي وحتى على استاذ احلام حسن شوف 25 سنه هي ما شاء الله بالمسرح تقول هذا من اصعب ادواري لان كان كنا اربع ممثلين او خمس ممثلين عشر مسرحيات داخل المسرحيه كل مسرحيه فيها كاركترات غير فمره ندش بشخصيات انا خذيت دور وحش نص عبثي يعني لا مو عبث هي يعني مثلا اول مسرحيه من اول جزء من المسرحيه كان يتكلم عن النمرود فاستاذ عصام سوى دور النمرود بعدين اللي وراها فاوست سوى هو ابليس المسرحيه اللي وراها كانت استاذ احلام هند بنت عتبه وانا كنت وحشي اللي وراها انا صرت بمسرحيه طرطوف شخصية ثانية مغايرة نزلت 10 يعني مسرحيات داخل مسرحية 10 مسرحيات داخل مسرحية واحدة وكل مسرحية فيهم كاركتر انا كان لي اربع كاركترات متناقضه استاذ احلام كان عنده يمكن 6 أو 7 المسكينه هند اكلت الاكباد بعدين طلعت في شخصيه عكس
فكان ان ندش نفسخ الزي نلبس زي ثاني علشان انا ادخل من شخصيه لشخصيه. خذينا ثلاث شهور شغل في مره من المرات انا دشيت اسوي وحشي بدوري بطرطوف ضيع مضيع لان يومين انا اشتغل حق طرطوف. فلما جيت انا اسوي وحشي اسود وشعره فلافل وهو قاتل سيدنا حمزه جاي مسوي كيوت ووايد ناعم ورقيق. قال يسأل خالد اوقف لحظه ايش فيك اصحى. قلت له بروحه كذي. فزين بالمسرحيه انه ما خبصنا احنا طلعنا. انا سويت شوي ولا داش بعلي الحسين يعني داخل المسرحيه. فوايد كانت صعبه المسرحيه يعني هلكنا. وهذا هذا 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 الشيء الحلو بالمسرحيه. هذا اللي بسمع التجارب هذه لما تخلص المسرحيه وتسولفون. هذه تجارب وايد حلوه يعني. انا خصوصا بالمسرح النوعي ليش احبه؟ لان بكل عمل تلقاني لون تلقاني شكل. ما تشوفني 5 سنين 6 سنين نفس ما انا. يعني مسرح بلا جمهور كاركتر خاص بي. كرسي الشعب كاركتر خاص. السرب كاركتر ما له شغل بالثاني. مسرحيه الحضانه شيء يعني. هذا الحلو واحب اتحدى بالمسرح. انا هذه جملتي. اي احد يجي بالمسرح النوعي اقول له انا ابي اتحداك. وحلو التحدي يعني كاداء تمثيل. طبعا كاداء تمثيل حلو التحدي. في واحد مناشبني بكل مسرحيه. منو؟ يوسف البغلي. اي البغلي ما شاء الله. لان البغلي ما شاء الله هو يحب الكاركترات وانا احب الكاركترات. ما احب يعني ما احب العب دور عادي. احب يعني اي مسرحيه ادشها لازم اسوي شيء بجسمي كاركتر غريب شيء غريب. ونفس الشيء يوسف. فكل مهرجان يصادف يوسف نازل فيه اقول له انا ابيك ابي اتحداك. واخر مره سوى دور نسفني فيه انسحبت. ليش انسحب؟ شنو كان الدور؟ كان دور عسكم الله عسكم الله كلب. يعني هو ريال يتحول عشان يتوظف في الرجل الذي صار كلبا. فسوى دور كان رهيب. شنو اسمها مسرحيه؟ الرجل الذي صار كلبا. الرجل الذي صار كلبا سوى دور ينني يوم سوى دمية. يعني يتحول من انسان لدمية بهاملت. كان دمية يعني هو يعني يحب هالسوالف وانا احب هالسوالف. فهو المنافس لك في هال وايد في منافسين. طيب كلمنا عن مسرحية مسرح بلا جمهور واسمها اعتقد ايضا شيء. الله هذه متى كانت؟ هذه كانت مهرجان الخرافي بس ما اذكر اي دورة بالضبط. هي سلسلة كاملة 5 اجزاء مسرح بلا جمهور 1 و 2 بثري انا بلش يعني اشتركت وياها. طيب. مسرح بلا جمهور 3 و 4 و 5 كلمة. فيلم مسرح بلا جمهور سلسلة. خلنا يعني شنو اجواءها شنو قصتها؟ شو اقول لك؟ شنو؟ ما قدرت كفكره. هي كفكره ما قدرت احكي. انت سالتني سؤال وايد شوي صعب. ما راح اقدر احكي عنه يعورني سؤال لهالدرجه. حساسه عليك مسرحيه وتذكرك يعني ذكرياتها. احبها وايد احبها. شنو اجواء اسم مسرح يعني كل جزء يتكلم عن شيء. مسرح بلا جمهور 3 اللي انا اشتغلت فيها كانت تحكي عن ابداع الشباب. شنو في بمخوخ الشباب ما طلعت. مسرح بلا جمهور 4 كانت تحكي عن المساجين الناس اللي منهضم حقها. مسرح بلا جمهور 5 كانت يعني شكل جديد كانت سنافر. ليش هالاسم اللي هو مسرح بلا جمهور؟ هذا عاد عند من الكاتب محمد الحملي عند المخرج والمؤلف. ما شاء الله عليه الكاتب. طبعا الحملي ما شاء الله عليه مبدع واعتقد يعني دخل جو جديد في عالم المسرح وهالتجارب المفيده. طيب الحين لما شاركتوا في مثل هالتجارب عبد العزيز وكان لكم تجارب ناجحه جوائز اخذتوا جوائز ما اخذت، ولكن احيانا نشوف ان اللجنه تحجب هذه الجوائز. لما يتم توزيع جوائز على شباب في سنه من السنين اذكر كنت موجود تم حجب الجائزه. صح. هذا ما يحبط الشباب. وفي المقابل احيانا في بعض المهرجانات لما يتم توزيع الجوائز يعطون جوائز فقط جوائز ترضيه. يعني انت يا ترفع فوق يا تنزل تحت. يا ريتها تنحجب. في مرات جائزه يا ريتها تنحجب ولا ولا احد ياخذها. صحيح. توزيع الجوائز خلينا نتكلم على اليه توزيع الجوائز وايضا تحفيز الشباب. قلت لك يمكن احمد البدايه هي الناس اذواق واللجنه ذوق. يعني انا اشوف عرض مو بدون يعني بدون المستوى بس في غيري عاجب العرض فانا اقوم اعطي هالعرض وغيري مو عاجبه فهي بالنهايه وجهه نظر. بس اذا في اليه محدده حق مثلا المهرجان راح يمكن يكون في مقاييس وفي شيء. يعني مثلا انا اليوم عرض رمزي عرض عبثي عرض كوميدي عرض فمتنوعة. وانا مثلا اتجاهي رمزي لما يشوف راح اميل حق رمزي على طول. بس لما انا من البدايه احط عنوان حق المهرجان مثلا المهرجان الرمزي مدرسه يتبع المدرسه الرمزيه فراح يكون في على الاقل مقاييس احنا نقدر يعني نحكمها ونروح لها. بس اذا كان بشكل عام هي تبقى وجهات نظر يعني. بس طيب انا بنتقل الى جزئين مختلفه وهي جزئيه المعرض اللي تشاركون فيه كمعرض كتاب. يعني دائما ما
ونشاهد في هذا المعرض كالمسرح تماما. المسرح في كل سنه دائما ما يكون الطاقات اللي نشوفها في هذا المسارح ولاده، في كل سنه تظهر طاقات جديده جباره صح. على مستوى الكتابه والاخراج، الاضاءه، الديكور، في كل الامور طاقاتهم ما شاء الله عليهم، وكل سنه عن سنه المنافسه تكون على اشدها، ويعني يبهرونك في هذه العروض لدرجه ان دول الخليج لما يشوفون مثل هذه العروض يعني يستغربون ويصدمون. ايضا في المقابل معرض الكتاب كذلك، ان اردنا ان نتكلم عن مستوى الروايه، عن مستوى الكتب اللي تطلع، ايش رايك بالمستوى اللي قاعد تطلع، يعني الكتب اللي قاعد تطلع والروائيين والكتاب الجدد على الساحه؟ لربما يكون صغير في العمر ولكن يحمل فكر لا يحمله كبير، فخلينا نتكلم عن هذه التجربه. انا يمكن رايي بهالموضوع وايد يخالفوني في بعض الكتاب الكبار، انا احطهم على عيني وراسي يعني، وانا استفدت منهم وانا حبيت الكتابه من خلال كتاباتهم. بس هم يخالفوني الراي انه في بعضهم يعني، في لقاء من اللقاءات يعني في شفت كاتب يعني كبير وانا وايد احب كتاباته، قال شغله وايد ضايقتني يعني لدرجه ان اللقاء كان لاكثر من سنه بس للحينها انا موجوده بخاطري يعني. كاتب كبير قال شغله، قال انا ما اشوف في كتاب شباب يدد، يؤسفني لما اروح معرض الكتاب اشوف الهزل الموجود على الطاولات، فلان الكتاب اللي احنا قاعدين نكتبه ما يعجبه شخصيا او مو نفس الطريقه اللي هو يكتب فيها. نفس الشيء احنا نواجه هذه بالمسارح، مرات يجون الكبار شل كاتب المخضرم اللي ما يعجبه احد، اي لان نفس بالمسارح يجون الكبار يبون مثلا في 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 مسرحيين كبار يبي المسرحيه كلاسيكيه الاداء القديم، خلاص احنا الحين احنا دشينا بمرحله مثل ما نقول عصر السرعه، فتمثيلنا تغير، مسرح الحديث، جيلنا تغير، فكرنا احنا تغير، لما يعني على سبيل المثال مثلا المنتجين الحين ما امنوا للحين ما امنوا بشغله ان المؤلف الشاب خلي دش، توهم بلشوا يبلشون فيها. انا واجهتني شخصيا مع احدى القنوات انه قالوا لي نشتري منك النص، وحولت روايه ما اعطيتها، نشتري منك النص بس نغير اسمك لان اسمك مو معروف فما نبي، كان في البدايه اي نبي نحط اسم معروف، فما ما ما وافق. طبعا المسرح الحين لو تلاحظ المسرح الجماهيري، مسرح الطفل كانوا ما يامنون، المسرح الجماهيري ولا لا المسرح الجاري الجماهيري كانوا ما يامنون بالمخرجين او الممثلين الشباب، فصار دروب كبير عندنا بمسرح الطفل بالسنين قبل 5-6 سنين لما امنوا المنتجين ان احنا خنيب هذيل الطاقات الشبابيه الجديده اللي عندها فكر جديد. الحين اذا انا بروح مسرحيه الطفل بدون مجامله احتار وين اروح، كل مسرحيه احلى من الثانيه صح، وكل مسرحيه في تكلفه بانتاج يعني، مو بس انا ابي اربح، ابي الناس تطلع، العائله اللي داشه تطلع مستانسه، فمعناته ان انت يا الكبير امن بالصغير احتويه، مثل اللي صار عندنا بمسرح الطفل. الحين صار في نهضة، صار عندنا نهضة كبيرة يمكن تنافس أو يعني صار الحين في مسرحيات يعني وايد قوية وايد حلوة صحيح. عندنا على التأليف لا، إحنا قاعدين بكتاباتنا إحنا ننتج بنفسنا، أو إذا أحد بينتج لك أغلبهم مو الكل قاعدين يوقعون عقود على 15 و7 سنين حق الكاتب، ويمكن يمكن أخوي علي وعبد العزيز لما يو عندي المعرض اللي طاف شافوا يمكن التمستوا انتم هذه المشاكل، انه وايد مؤلفين ما يقدر يطلع سياق المعرض اللي بس 10 ايام وبعدين يقعد في بيتهم. انا يمكن فرصتي اكبر لاني بالمعهد واحتكاكي اكثر بالوسط طبعا. فاقدر ان انا، بس هم ما عندهم اي احتكاك يعني. طيب ابي انتقل لجزئيه يعني مثل ما ذكر اخوي احمد قبل شوي انه في ناس تشجعك في ناس تحبطك، وكما ذكر ضرب لنا مثل انه احد الكتاب يعني قال انا ما شفت حتى الان يعني اي كاتب في معرض الكتاب. في المقابل ايضا كذلك ربما يحدث هذا الشيء في المسرح، هل هناك احباطات تواجهكم من قبل بعض النقاد؟ تدري مرات يعني، ولا تنسى ان الجرايد وقت المهرجانات تكون قاعده، واللي مو مختص في مجال المسرح ولا يعرف اسس النقد يجلس لينتقدك بامور ما لها علاقه في دورون العيب. اي هذه ما تعتقد انه يعني جزء من الاحباط؟ ويعني هل تاخذ هذه الامور بعين الاعتبار؟ والله شوف اخوي احمد، انا اخذ الامور بعين الاعتبار من كل الناس، من كل الناس، بس في ناس معينه انا اثق فيهم. يعني مثلا في سين من الناس بدون ذكر اسامي، انا باي عرض عندي لازم ادق عليه يحضر، لان ادري اذا قال لي رايه مو قاعد يجاملني، يعني حتى لو قال لي كنت سيء ادري انه مو قاعد يحبطني، ادري ان انا صدق كنت سيء. وعلى العكس في ناس وايد، يعني مثلا في عندنا نقاد يعني ما يكونون حاضرين العرض، مو حاضر العرض، مو شايف العرض، بس ياخذ الورقه يقرا شنو ملخص المسرحيه ويدش لك الندوه ويعطيك النار انت
يعطيك يعني انت مو شايف المسرحيه، انت بس حضرت سالت سين من الناس عن شنو تتكلم، قالوا لك دشيت الندوه قمت تحبط بالناس اللي قدموا غلط يعني. وعلى العكس في نقاد وايد انا احترمهم، وايد نقاد استفيد منهم اساتذتي، وعلى العكس هم في كذي ناس يعني عادي، الاحباط موجود والتشجيع موجود. والصحف ايضا لما تنزل بعض المقالات، هذه المقالات اللي تحاول ايضا ان تقلل من عزيمة، انا دائما اشوف الصحف دائما تقلل من عزيمة، ما عمري شفت صحيفه تمتدح اي عرض يعني كان الا القله، واذا مدحوا من وراء قلبهم مرات صدق. انا جاتني صحفيه مهرجان الاكاديمي الثاني، خلصنا عروض كلنا طلبه، المهرجان الاكاديمي شرط انه طلبه، وما كانوا مشاركين سنه رابعه يعني ثانيه وثالثه كنا مشاركين العام. جاتني سين من الصحافه، كان عقب ما خلصنا وزعوا الجوائز، فقلت لها مشكوره يعني رايك كان بالجرايد ريتش، انت تقولي لا انا ما انتقدتكم عدل، انا لو انتقدتكم صح انتم ما تكملون بالمعهد. قلت لها طلبه احنا يعني عادي، ما قلت لها بالنهايه طالب اول تجربه لا يعني عادي، شو المشكله اذا كان فيها اغلاط، انا اغلط صلح لي اياها، قل لي انت سويت كذي غلط، بس لا تذمني يعني، لا تحبطني، لان احباطك ما راح يعني ما راح يرفع معنوياتي، بالعكس راح يضيعني زياده. خالف تعرف هي رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. هذه الاحباطات يعني اللي تتم من خلال الصحف، وايضا النقاد اللي ما لهم اي علاقه في مجال النقد، وانا اجزم بان من ينتقد والله ما عمره يمكن قرا نص مسرحي ولا حتى طالع النصوص المسرحيه اللي كتبها يعني كبار الكتاب في المجال المسرحي. ما تحاول ايضا ان تبتعد عن هذه الاحباطات، ولا ما تلتفت لها، ولا تؤثر احيانا. بالعكس، يمكن انا بالخاصه بسالفه الاحباط هذا انا اوخرها يعني اتجاهلها، اشوف اللي بعده، ما اشوف يعني في ملاحظه فيك ايجابيه تطورك حق بعدين، في انتقاديك يعني ما له معنى، لا يطورك ولا يقول لك شنو السبب، فاتجاهل هذا اروح حق اللي بعده. نفس ما قال علي، يمكن في اشخاص معينه انت دائما تروح لهم تقول ها ايش رايك، اذا قال لك حلو يعني حلو، اذا قال لك لا يعني لا، فانا اروح حق هالشخص، ما اروح حق اسمع حق، انا اسمع حق كل الناس اوكي، بس الملاحظه يا تكون ملاحظه تفيدني يا لا تقولها، يعني خشها حق قلمك اليوم. وفر حبر. انا اتحبط، انا نوعي اتحبط يعني، يمكن علي اكثر واحد انا ماذيه بهالسالفه. علي انت فاشل. انه يجيني شخص مثلا يعطيني كلام يحبطني، فقدامه ابين له ان انا عادي عندي، اطلع ادق على علي شي صار شو اسوي، يقول لي احمد لا تسمع منهم عادي طوف يعني. انا قالت لي اول نص مسرحي اشارك فيه بمهرجان، قالت لي كلمه، واشكر استاذ عواطف البدر اللي هي قامت وردت عليه. نعم. قال لي احمد خليك على التمثيل وقلمك اكسره وخله في البيت. كان تقول استاذ عواطف تقول انه انت اذا قلت كذي ما راح يصير في عندنا كتاب. صحيح، احمد عنده اغلاط اول مره يشارك، احنا نعدل اغلاطه ونشوف شنو ايجابياته نزيدها، ما نحبط. هو في ناس هوايه تحبيط، وفي ناس هم ما نقول انه يعني في ناس تشجع يعني. استاذ عواطف بدر يمكن من الابرز، دائما تلاقيها موجوده. صح. حتى بنظرياتنا كل يعني الاحتفالات ما هي ماده اخراج يعني، حتى مو مهرجان، امتحان من ترفع عليها سماعه. استاذ عواطف عندي عرض اليوم امتحان بالمعهد، لجنه التحكيم اساتذه بيقيمونك على درجه. صح. تلقاها تي وتيم بتش وتحضر حق كل الطلبه يعني، كل اللي يدق عليها يعني. سمعت خبر مثلا في امتحان تمثيل تي مو يعني، خل احمد ولا علي اي كان يتصل يقول استاذ ترى في امتحان وكذي، يا ريت تي وتعطي رايها وتحفز. وفي طبعا في من امثالها وايد يعني. طيب خلونا ناخذ فاصل نريح شوي، نكمل حلو. اي والله نكمل حلو، نروح فاصل ونعود التواصل وياكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين معكم في برنامج أهل الديرة، وكنا نتحدث عن المسرح الأكاديمي وتجارب الشباب ما شاء الله عليهم، كانوا يتكلمون بإيجابية عن هذا العمل وعن هذا الأداء وعن هذا النوع من المسارح في الكويت، خصوصا أن هناك يعني طاقات جبارة سواء على مستوى الكتابة أم على مستوى الديكور إخراج والإضاءة. أيضا أبي أرحب بكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا حاليا من بعد الفاصل، وأذكر بأن ضيوف الكرام أخوي علي الحسيني وأيضا أخوي عبد العزيز النصار واخوي الكاتب احمد العوضي، وكانوا يتكلمون عن هذه التجارب، وانتقلنا من مسرح الى مسرح ووصلنا الى كثير من الامور، على وعسى ان هذه الامور اللي تحدثوا فيها وتكلموا فيها تصل الى المسؤولين. ولكن كل الشباب اتفقوا في
في نقطة أخيرة قبل الفاصل بأن الأستاذة عواطف البدر كانت تدعمهم دعم إيجابي جدا، يعني سواء كانت عندهم عروض أو كان هناك نقد أو كان أي مجال، كانت الأستاذة عواطف البدر تكون السباقة للحضور إلى مثل هذه الأماكن، وهذه قيمة إيجابية. وقليل ما نشاهد اليوم هذه الشخصيات التي تحاول أن تعطي الحافز الإيجابي لشبابنا. معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذة عواطف البدر، حياك الله معنا في برنامج أهل الديرة. أهلا وسهلا، حياكم الله، يا أهلا فيك. أهلا فيك. يعني اليوم ربما الشباب راحوا يمتدحون في حضورك وفي عطائك ودعمك لهم، وأعتقد بأن هذه هي قيمة إيجابية. أودي أتكلم، يعني أنا أذكر مرة ثانية بأن ضيوفي علي الحسيني، عبد العزيز النصار، والكاتب أحمد العوضي، وكلهم الله يسلمك، كلهم كانوا يتكلمون بشكل إيجابي عن عطائك لهم. خلينا نتكلم عن دور الشباب في المسرح النوعي، وشون تشوفين تجاربهم؟ والله شوف، أولا الشباب اللي ذكرتهم أحييهم، أقول لهم مساء الخير ويعطيكم ألف عافية ومشكورين على الكلام، وهذا قليل بحقهم يعني. الله يعافيك أستاذة. إذا ممكن تعيد لي السؤال من فضلك. أنا بس كنت حاب أعرف يعني رأيك بعطاء الشباب في المجال المسرح النوعي. الشباب إذا أنا أقول لك، الشباب يعني عندهم استعداد للعمل وعندهم استعداد للعطاء وعندهم استعداد للتطوع في جميع مجالات العمل بالكويت. نعم. لكن محتاجين إلى من يقف معهم ويدعمهم. يعني مثلا أحيانا تشوف أحد الشباب يروح مثلا عند نص مثلا مسرحي أو تلفزيوني، يروح لأحد الكتاب الكبار هذا، فتشوف ما في تجاوب بينهم يعني، ولا في نوع من العطاء لهؤلاء الشباب. الشباب احنا يعني احنا لما ننظر لهم الآن نشوف عندهم غير عن أيام زمان، أعرف يعني نشوف عندهم حماس، نشوف عندهم قدرة على العطاء، نشوف عندهم يعني يحبون يشتغلون، يحبون يعطون، يحبون يختلطون. صحيح. وهذا أنا لاحظته لما أكون متواجدة دائما والحمد لله في المهرجانات المسرحية، فدائما اللي مثلا أحد الفتياتين وتقول لي أبو العواطف أنا عندي نص إذا تسمحين، يعني شابات إذا تسمحين تقرين، أقولها ما عندي مانع، أعطين آخذ تليفونها، تأخذ تليفون كثير، تبادل معلومات بيننا، وأنصحها مثلا قبل لا تقدمها للرقابة لازم النص يتغير يتعدل. أيضا الشباب دائما يعني أنا كنت سعيدة جدا قبل ثلاثة أسابيع دعيت من شباب المعهد، أحد مجموعة شباب المعهد العالي في فنون مسرحية. نعم. لأنه كانوا آخر يوم يعني الاختبارات النهائية عندهم، فتصور يتصلون فيني أبو العواطف الله يخليش تعالي شوفينا، ورحت ما أخليهم ورحت لهم. هذا يعني أنا ما أقول الكلام هذا عشان إحنا نتباهى فيه أو نظهر للمجتمع أنه إحنا إيه قاعد نشتغل ونساعد الشباب، لا، أنا يعني أحط إيدي بإيدهم من كل قلبي وأحثهم على العمل، لأنه يعني هؤلاء الشباب بكرة لما يكبرون راح اللي يصير مخرج واللي يصير منتج واللي يصير كاتب. إحنا إذا ما نشجعهم ما راح يكون عندهم يعني إحساس بالعمل ولا إحساس بالعطاء. طيب أنا ودي أتكلم على جزئية الحرص على دعم الشباب. اليوم مو الكل يدعم الشباب، حتى إن جئنا إلى يعني بعض الصحف أو أيضا مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر والفيسبوك، نجد أن هناك من يحاول أن يقلل من عزيمتهم. مو كل اليوم يحذو حذو الأستاذة عواطف البدر في دعم الشباب. والله تعالى أقولك، ليش نقلل من عزيمتهم؟ شباب قاعد يعملون مو حق روحهم، يعملون حق بلدهم، حق وطنهم. يعني إحنا لما نقلل من عزيمتهم وما نساعدهم ولا نشجعهم ولا نحط إيدنا بيدهم، معناها إحنا قللنا قيمة الوطن عندنا. أبدا، هم يشتغلون لبلدهم، يشتغلون لوطنهم، وتشوفهم متحمسين ويعني أنا دائما أستانس لما أشوفهم يسألوني وأعطيهم الجواب، أشوف الابتسامة على وجوههم وفرحانين مشكورة. أنا ما سأقولهم ما سويت لكم شيء، كل اللي علي إني أحط إيدي بيدكم وساعدكم. هم يعني ال الجماعة اللي يروحوا لهم أو الكتاب الكبار أو الكاتبات الأخريات، إذا ما ساعدوا الشباب معناها تقصير حبهم لبلدهم بعطائهم للبلد. هؤلاء الشباب هم السند، هم اللي إحنا نعتمد عليهم بالمستقبل. نعم. كل شكر. لا نعم. لا تنسى إنه إهمالنا لهم يمكن يصيبهم بالإحباط. طبعا الإحباط صعب جدا عند الشباب وحتى الفتيات، ويمكن يتجهون لاتجاهات، وانا مره عملت مسلسل اسمه زحف العقارب عن المخدرات، ممكن صحيح. يتجهون الى سلوكيات جدا صعبه وجدا سيئه، ومن اولها واخرها هي المخدرات. فاحنا عشان نحميهم يجب ان نضع ايدنا بايدهم ونشجعهم
ونقول لهم انه في امل كبير، وهذا كله عشان بلدنا الكويت، عشان يعني لما يعني مجموعه من الشباب تعمل مسرحيه وتطلع فيها خارج البلد وتاخذ جائزه، هذا حق منه؟ حق ديرتنا، حق وطننا، حق بلدنا الكويت. فانا اعتقد انه يعني، وهذا الكلام موجه للكبار، كبار المؤلفين وكبار الكتاب وكبار المبدعين، مع احترامي لهم اقول لهم لا تتركون الشباب، اي شاب يمد ايده حقكم يعني ساعدوه، اعطوا المعلومه اللي يبيها، اعطوا الاشياء يعني اعطوا رايكم باللي قدمه او باللي كتبه، لانهم يستاهلون من يقف معهم. صحيح. وانا اقول الكلام هذا مو لانه عشان والله اتكلم بالاذاعه او التلفزيون او لا ما شاء الله عليك او بالجرايد، لا انا 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 اصلا اسعد جدا لما يتصل فيني اي واحد من الشباب او الفتيات. صحيح. وياخذون رايي يعني. صحيح. عارف احنا يعني ان شاء الله دوم احنا كذي، وانا سعيده بارائهم تجاهي. انا والله ما سويت لهم شيء يعني، كل اللي هو والله ما اللي يمدحون استاذ عواطف، هم اللي قاعد يمدحون، خليهم يعملون بجد. يعطيك العافيه على هذا الاتصال وعلى هذه المداخله التي اثرت الحلقه، وللامانه يعني لم نمتدح من باب التبجيل في شخص الاستاذ عواطف بدر، ولكن الشباب يعني كان عندهم حب لايصال هذه الرساله، وحرصنا من برنامج اهل الديره ان نوصل هذه الرساله. الحمد لله اليوم يعني نسمع مثل هذه الكلمات، وإن كان هناك من يحاول أن يقل عزيمة أو أن يحبطنا، في المقابل موجودين الناس. صح عدل. طيب نعود إلى المسرح التجاري أو المسرح الجماهيري. طبعا طلعوا له هذا الاسم جديد، أنا ما أسمعه. لا هو من زمان. من زمان. خلنا نتكلم عن المسرح التجاري بشكل عام، شلون قاعد تشوف أداء المسرح التجاري، هل هو يعني في صعود أم إلى الهبوط؟ والله في الآونة الأخيرة في وايد صعود، خصوصا مسرح الطفل. نعم. يعني مسرح الطفل الحين صارت فيه منافسات وايد صعبه، يعني تحتار حق منه تروح، وين ما تروح شيء حلو قاعد تشوفه. وهم على العكس المسرح الكبار. تمام. المسرح الكبار هم قاعد نشوف شغلات وايد حلوه. طيب انا على الطرف الاخر من الهاتف عندي شخص يبي يكلمك. هو يعني هو اللي بيكلمك، احنا ما راح نكلمه. اي معك، قول الو وسولف وياه. الو، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية أخوي الفنان علي الحسيني. الله يعافيك، هلا مرحبا. مسي عليكم بالخير ومسي على كل الضيوف الكرام اللي معاكم. ترى ما أعرفك للحين. ها؟ إي لازم أعرفني، لأن أنا متعود إني أقرأ صوتك اللي قلت. يعني اقرأ الاسم مبين على الهواء، تقدر تقرأه؟ لا أقرأ. وين؟ يوسف الحشاش؟ يوسف الحشاش، وينك؟ مشتاق لك. شلونك؟ هلا أستاذ علي، هلا حبيبي. شخبارك؟ طبعا يوسف الحشاش طبعا من الناس يعني قدامه ورا. نعم. اشتغلت وياه عمل اسمه أخناتون. نعم. هذا من الاعمال اللي يعني اغلب ربع الشباب اللي حضروا يقولون شفناك بصوره ثانيه، يعني شفناك بطريقه ثانيه، مود ثاني، جو ثاني. فاحب اشكر استاذ يوسف الحشاش حبيبي، تعرف مجتهدك علي حبيبي استاذ يوسف، وموحي صوفك، انت مبدع ورياضك الله ينفسك، وإن شاء الله لك مستقبل باهر. يعني أنت إنسان خلف وعندك التزامك، وهذا الكلام مو علشان قاعد أكلمك حاليا في البرنامج مع أخوي أحمد، لا بالعكس، أنت فنان مبدع، وكان لي شرف إني اشتغلت معاك، وأنت أخو دنيا، وعرفتك بحلوك ومرك وسافرت معاك، وأنت إنسان معدنك نظيف، وعسى الله يوفقك. تمام اجمعين يا رب. يعني انا اخوي يوسف الحشاش كل الشكر والتقدير لك على هذا الاتصال، وانا يعني كان للامانه بس عشان نكون واضحين امام سالفه، كان عنده بروفات والمشاهد الاخيره اللي قاعد يصورها، ولكن لما قلت لنا نبيك تتصل يعني رحب، وبالعكس ابدا اعجابه بالاتصال على الرغم انه عنده بروفات. ولكن قبل شوي ذكرت نقطه مهمه جدا، قلت انا يعني امتدح علي الحسيني في حلوك ومرك، حلوه ما نفي، خلنا نسولف عن مره شوي. لندن خمسة عطنا مساوئ علي الحسيني، ايش دعوه ما في مساوئ؟ مساوئ علي الحسيني؟ ايه انا اقول لك علي الحسيني، الحين بلشنا هذه الصجيه. علي الحسيني يعني بغض النظر انه هو فنان وشاطر ومبدع، بس يعني من الاشياء اللي انا كلها انتقدها فيه، احيانا يصير عنده كسل شوي. إيه؟ وهذا شيء يعني مو لانه هو كسلان، تلاقي مرهق مثلا من كثره البروفات، وما شاء الله عليه يشتغل في اغلب الاماكن، سواء في التلفزيون او في المسرح او في الاذاعه.
لكن مرات انا يعني احاكي يعني كأخو لا اقول له يا علي لازم تلتفت يمك ويمينك ويسارك في شغل يجيك لازم تركز عليه، هذا الشيء الوحيد اللي لازم علي ينتبه له. تمام. بعدين علي لازم يعني يعني انا كأخو يعني اتمنى انك تسمعني يا علي، وهذا على الهواء انا اقولها، عندك ثقه ممتازه وعندك يعني كاركترات وفنان، عندك كاريزما على المسرح، يلا عاد الحين شد حيلك وحط يعني يعني اشتغل على الهدف اللي انت حاطه في بالك وخلاص يعني ابدا الحين نشوف المرحله الجديده بحياتك ادوارك، ابدا اشوفك يعني دائما في الساحه الفنيه سواء في التلفزيون او سواء في المسرح، لان انت طاقه حرام حرام يعني يعني تندفن بس في في البروفات وفي المسرح وكذي، لا انت محتاج ايضا انك تتابع نفسك كممثل على التلفزيون، لان انت كان لك اعمال بارزه شفت لك اياها بالتلفزيون، لكن ما نبيك توقف. صحيح. محتاج انك تكمل، لان انت ما شاء الله عليك تمتلك الكاريزما والشكل ما شاء الله يعني ممتاز والفن، وريال خريج معهد عارف انه مسرحيه، وايضا عندك جوائز فما ينقصك شيء، ينقصك شغله واحده، حرصك على مستقبلك ويلا لا تاخر نفسك عشان تكون بالصداره ان شاء الله. ما قصر ان شاء الله حبيبي يوسف، يعطيك العافيه. كل شكر وتقدير لك اخوي يوسف الحشاش على هذه الكلمات اللي وجهها لك، يعني احنا ما خلينا راي شباب. صدمني انا للحين ولا واحد فيهم راضي يعطينا المساوئ. يا جماعه قولوا شيء مو زين على الاخ على الحسين يدعله دعله دلوع 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 مليق زعول زعولي ها بعد شنو وايد شو تكفى شوف برودكاستاته بالليل صدق مجروح كله مجروح ها مو مجروح بعد يعني حالات البروفات بالدلع صحيح حلا يعني لما نشتغل جد يلا نلتزم لا الحين لا تحاتي يعني شوف هو الحين مخرج هو الحين مخرج فما يبي ان شو اسمه هو مخرج باكر عنده اول بروفا باكر عنده اول بروفا بروفا شنو باكر اللي عندك ان شاء الله مهرجان الاكاديمي الثالث نازل فيه انا مخرج تكون منه تمثيل تمثيل عبد العزيز النصار ممتاز علي الحسيني ما شاء الله اوكي فهم من داخل هناك بالغرفه قاعدين يهددوني انه قاعد يقولون علي وين تبي البروفا وينقون البروفا وشنو يبون يلغون الاخ يقول لي الناس سوداوي والاخ يقول لي ابي اقط هذا الحين ما بلشنا بروفات احنا بلشوا الشباب وهذا بيسوي كاركتر يقول لي حط لي ذيل هو 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 الحلو الحلو يعني الحلو بهالبروفات الدقات يعني في اذكر مره بروفا من البروفات مسرحيه كرسي الشعب اخراج عبد العزيز النصار بروفا من البروفات قاعد يحن الا يبينا نشوت بالقاعه خلاص ملينا لمتى قاعه 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 لمتى ايش سوينا طلعنا برا براحة المعهد كان نشغل سيايرنا نبطل إضاءات سياير الليتات كان نشوت بروفة بالشارع كانت من أحلى البروفات ومن أحلى استمتعنا تغيير خلاص لمتى قاعة لمتى اشتغل القاعة صحيح طيب نعود إلى جزئية المسرح التجاري وقبل شوي الجماهير يا جماهير يا أخي ما أحس لايق لا مو إحنا ما نزعل هم يزعلون هم يزعلون يزعلون مني ما خالف أمر عليهم نعود إلى المسرح التجاري الجماهيري ويعني قلت إنه هو في صعود طيب انا كنت يعني ايضا اسمع المرات الايام اللي طافت ان لا المسرح التجاري بدا يفقد يعني قيمته لان النصوص اللي فيه ما في رساله هادفه واضحه نترك الطفل على جنب اي نترك الطفل بقيه المسارح ما في رساله واضحه هادفه هل هذا صحيح ولا غلط والله بوجهه نظري اللي انا اشوفها لا انا اشوف عكس ذلك يعني اخر مسرحيتين اللي حضرتهم حق استاذ عبد العزيز مسلم استاذ طارق العلي وايد استمتعت كانت يعني وايد شفت رساله واضحه صح تمام وبالنسبه لك انا عندي المسرح التجاري المسرح التجاري بالطفل اي في تطور ملموس وواضح يعني لان اللي قام بهالنهضه هو محمد الحملي فنان محمد الحملي قام يسوي عمل جماهيري بإطار اكاديمي صحيح. فقام يطلع الشغل حلو في في بهار في رؤيه بصريه في متعه فانا قال لنا هالصوره قام يتنافسون كلهم الباقي اما بالمسرح الكبار يمكن في اسامي معينه اي كان في تطور اما البقيه ما خلى على طابع الهزل يعني نشتغل نبي نشتغل نبي نشتغل احمد خلينا يعني قبل ان نختتم لان الوقت بدا يعني او الوقت تداركنا اصلا لا يعني نفس ما قال علي انه صح مسرح الكبار يمكن لانه ما عندنا احنا اصلا مسرح كبار الا يعني اللي كل سنه نشوفهم يعني استاذ عبد العزيز مسلم واستاذ طارق العلي واللي احنا قاعدين نروح لهم فهو هو طابع استاذ عبد العزيز مسلم الرعب وطابع استاذ طارق العلي فكاهة. الكوميديا والفكاهه يمكن لان المسرح السياسي عندنا انفقد المسرحيات اللي كنا متعودين عليها احنا استاذ حسين عبد الرضا استاذ سعاد استاذ سعد الفريق ما قاموا يعني ما في الحين مسرحيات تكمل مسيرتهم صار عندنا بس هالنوعين هذيل ما في يمكن ما قمنا نشوف تطوير لان ما في
شخصيات ثالثه او رابعه أو انها طلعت على الساحه جديده، او يمكن احمد والله حتى يعني حتى ثقافه الجمهور الحين صح، جمهور الجمهور ما يبي مسرح سياسي، يبي يضحك، يبي يخاف تمشي له. هذا اللي ناقص بعد مسرح سياسي، احنا ملينا من السياسه في كل في لا السياسه هاتفه يعني مو بطار كوميدي يعني. يعطيكم العافيه على الحضور اليوم، نورتونا في برنامج اهل الديره، كل الشكر والتقدير لكم اليوم على الحضور، اخوي علي الحسيني والمخرج المبدع عبد العزيز نصار. هذا مكانكم، هذا مكانكم. والكاتب المتألق أحمد العوضي. على وعسى نراكم في المستقبل إن شاء الله، يعني تحملون راية المسرح الأكاديمي على أكتافكم وننهض بهذا المسرح، لأن أعتقد هذه النهضة إن جاءت فهي قد تأتي منكم. كل الشكر والتقدير لكم، يعطيكم العافية. مثل ما شفتوا سادة المشاهدين، هذه حلقة اليوم مميزة من برنامج أهل الديرة، إلى أن نلقاكم بحلقات أخرى، تصبحون على خير.